بالله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. فرحي يحيى رئيس الجمعية الفكرورية ولاية التويت لولاية مستقل. مناسبة تاع يحيى اليوم الفلاني هذه المناسبة هي مناسبة عزيزة علينا كثيرا، خاصة ونحن في اليوم الوطني للفنان. تحية كبيرة لكل فنانين الجزائريين، خاصة فناني ولاية مستغانم، ونتمنى إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يتغمد بالرحمة للذين فارقونا من الفنانين، ربي يتغمد بالرحمة تاعه إن شاء الله. بالنسبة للنشاط عموما اللي درتو، يعني النشاط تاعكم في مختلف بالنسبة لليوم الفنان خصصنا نشاطات كثيرة، وأيضا بالمشاركة تاع مديرية الثقافة لولاية مستغانم. كان عندنا إحياء هذا اليوم الوطني بأننا شاركنا في يوم الخميس، وأيضا يوم السبت 10 جوان 2023 هنا بدار الثقافة والعبد الرحمن كاكي في مستغانم. وأيضا كان عندنا جانب من أننا نظمنا أيام الديوان بدار الشباب لحي ورعاء يومي 8 و 9 جوان 2023، وكانت مشاركتنا على فعالة الحمد لله. يلا بالنسبه للجمعيه كيفاش نشاطها؟ يعني الجمعيه طبعا كما تعرفونها دائما دعوبه النشاط، وفي نشاط مستمر ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله في الصيف ان شاء الله يا ربي عندنا نشاطات ان شاء الله كثيره ان شاء الله. يعني ان شاء الله بارك الله، شكرا. اولا قبل كل شيء السلام عليكم، ونحيي كاع عزيزي اللي شاهد فينا عبر الاذاعه. اليوم نهار كبير وعيد كبير للفنان، والحمد لله اللي زعما نقولوا بالمقابل واش مد هذا الفنان في هذا الميدان الفن. الحمد لله الناس اللي راهم مستعرفين، وان شاء الله المزيد ان شاء الله. شوفي لا رولاف كاينه، الناس تقول لا رولاف تاع البلاوي وتاع وهبي، بصح هذوك كبار عليا بزاف، هذوك اللي مدوا هذوك ما نقدروش حنا نمدوا حتى الربع تاعهم، والحمد لله بالاراده والعمل ان شاء الله نوصلوا الى المرتبه اللي تشرف الاغنيه الوهرانيه. اكيد. ايش رايك الاغنيه الوهرانيه صراحه؟ يقلها العمل والعمل 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 بزاف، ماشي سهله، بس الاغنيه الوهرانيه غامقه عميقه، ما تنساش باللي هي من التراث، ما تنساش باللي هي من البدوي، وكي يدير البدوي دي حماده دي خالدي دي جيلالي عين تادلس ربي يرحمه، وزيدوا هذا. اخي سؤال ماما سلوالك، كيف شرع نشاطك ولا البرنامج تاعك الفني؟ يعني هل في جديد؟ الحمد لله ما تنساش باللي اون ترافيرسي ان بيريود تاع وين كانت الكورونا ودامت 3 سنين، وكان عندي جديد وأخرنا شويه على العمل، ودروك راه ان شاء الله هذا العام جديد ان شاء الله كل شيء راه واجد، باقي غير نسرحوا للناس والصايد الشعب. انا لكل توفيق، الله يبارك الله. اخترنا طابع تقليدي لولاية مستغانم بمنتحات وعساوة وعاد الأزياء تاع اللباس التقليدي تاع مستغانم. معروفة هنا في ولاية مستغانم. ولاية مستغانم. نعم. شفنا العائلات حاضرة معاكم. العائلات هذو توانا ولاية مستغانم. نعم. الإذاعة
المجلس البلدي دولة مسالم ثاني الاعضاء تاعهم. هذا يدخل في النشاط تاعكم؟ في النشاط تاعنا، في البرومير نشاط تاعنا تاع دولة مسالم. كل حبشة بإذن الله تتحبكي.